أنا اسمي عمرو فوزي، CEO and founder Good Smart. النهاردة هعمل لكم تشيكن بيكاتا. أنا طول عمري ما كنتش بحب أطبخ، والتشيكن بيكاتا هي أول أكل عملتها لما قررت أن أنا أخرج من الكومفورت زون، وبصراحة كنت خايف جدا أن هي تطلع وحشة، لكن لما عملتها كل اللي دقها عجبته جدا. عشان نعمل التشيكن بيكاتا هنشوح صدور الفراخ، ونحط ملح وفلفل وبابريكا. قرار ان اي حد يفتح ستارت اب بيبقى في الاول خايف كده ومتردد، لكن فعلا هو ممكن يعمل حاجه بره الكومفورت زون تكون احسن حاجه عملها في حياته، وهو ده بالظبط اللي انا عملته لما بدات جود سمارت. فكره ان انت تكون شغال في حاجه او مجال فيري تكنيكال تقريبا 10 سنين او اكتر، وفجاه تقرر ان انت تبدا من اول وجديد في حاجه تانية خالص، هي حاجه مش سهله. نحط الفراخ ونقلبهم كويس ونسيبهم نص ساعة. ده شكل التشيكن بيكاتا بعد ما استوت. أنا بحب أقدمها مع رز أبيض. ممكن تجربوها وتقولولنا رأيكم، وبالهنا والشفا.